ليفر كينج، الشخص اللي كان بياكل لحوم نية وكبدة نية وبيشرب دم، كان بيقول ان هو طبيعي وعمره في حياته ما خد سرنجة واحدة، طلع بياخد منشطات ب$10,000 المفتري. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ معاكم ميجو، وده ميجو فات فورمتك في البيت. لو دي اول مره تزور فيها القناه بتاعتي، احب اعرفك بنفسي سريعا. انا اسمي ماجد، انا بيرسونال واونلاين ترينر هنا من البيت، بقدم لك محتوى هنا عن الرياضه، عن الفتنس، عن التمرين، كله من البيت، بحيث ان انت يعني لو شخص مشغول على طول من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ما عندكش وقت او ما عندكش حتى الامكانيات الماليه ان انت تنزل الجيم، فيا باشا المحتوى كله تحت امرك. في الفيديو بتاع النهارده هنشوف الليفر كينج ازاي هو كذب على الناس، وازاي ان هو طلع دلوقتي بيرديم هيم سيلف وبيقول ان انا اسف يا جماعه ان انا قلت ان انا مش طبيعي، او ان انا طبيعي وطلعت مش طبيعي. لكل ما يعرفش بقى مين الليفر كينج ده، ده شخص يا جماعه زي ما هنشوف كده مع بعض بالهيئه الغريبه اللي انتم شايفينها قدامكم دي، راجل ماسكولر جدا وعضلات ودقن كبيره، تحس ان هو في حاجه غريبه كده، والراجل ده بياكل كل حاجه نيه زي ما هنشوف مع بعض كده. تعالوا نشوف كده اول جزئيه من الفيديو. يعني بصوا زي ما احنا شايفين كده، بيمسك الكبده نيه بياكلها زي ما هي، ما مش عارف بقى بيغسلها ولا ما بيغسلهاش بصراحه. ومش بس الكبده ده، كمان العظم بياخد النخاع اللي جواه وبياكله، مسميه الايس كريم تقريبا بتاعه. دي يا جماعه مخاصي بياكل المخاصي نيه، يعني احنا الحمد لله بناكلها مستويه بالعافيه. ودي بقى كوبايه دم، دم، انت متخيل؟ ولما سألوه انت ليه بتعمل كده، يعني ايه السبب behind it، قال لك يا باشا انا ابني كان في مرة كان بياكل اكل، وكنا بره في مطعم، فابني تعب وديناه المستشفى وكان هيموت، فمن ساعتها احنا قررنا ان احنا نوقف الاكل الشت ده اللي هو الاكل المطبوخ، وناكل اكل ني. يعني انت متخيل؟ حتى السمك، مش عارف اقول ايه، حتى السمك بياكله ني. غير كل ده وده بقى التمرين بتاعه اجريسيف جدا، بيتمرن مرتين في اليوم حاجات تحت المايه زي ما هنشوف، وبرده زيت الطينه بله، مش هو بيتمرن مش لوحده، يعني هو برده بيتمرن مع عيلته، والاكل ده بياكله مع عيلته. لو شاف خضار او لو شاف اي حاجه على الطاوله فيها خضره او حاجه مش نيه، بيقول ايه ده يا جماعه اللي انتوا بتتكلموا فيه ده، لا احنا عايزين حاجات نيه. فالشخص ده كان طلع في بودكاست، هو المفروض ان هو شخص بريتشر او شخص واعي واعظ يعني، عن الفتنس وعن الحياة عامة، وان انت تتغلب على الصعاب بتاعت الحياة و الى اخره. فكان بيقول، سألوه في كذا بودكاست يعني، وهو كان غني جدا من قبل اليوتيوب، بس بقى اكثر غناء وبقى اكثر شهرة بعد لما الفيديوهات بتاعته نزل على وسائل التواصل يعني وكده. فكان كل ما حد يسأله يقول له ايه رأيك في المنشطات، انت بتاخد منشطات ولا لا، يقول له لا طبعا انا عمري في حياتي ما لمست منشطات ومش عارف ايه والكلام ده، والحاجات دي غلط ومش غلط ومش عارف ايه. اتسرب له زي السايكل بتاعته، السايكل اللي هي بتاعت الاستيرويد او بتاعت الفوائد بتاعته، وطلعت التكلفه بتاعتها تتجاوز $10,000 في الشهر. طبعا ده رقم كبير جدا. الدوسجز هو بيقول دلوقتي زي ما هنشوف ان هي مع دكتور، الدكتور ده هو اللي بيحدد له الجرعات بتاعته. طبعا يعني الشخص اللي كذب وانس او الشخص اللي كذب مره، ما اعتقدش ان انت هتاخد منه كلام مصدق بيه بعد كده. عشان كده زي ما بقول لكم يا جماعه، في ناس كتيره قوي على وسائل التواصل بتطلع تقول لك ان احنا طبيعيين، احنا ما بناخدش اي حاجه، احنا زي الفل. ممكن اقول لك ان النسبه دي بتاعتهم تبقى بنص في المية بس اللي صادق، او 1% عشان ما مظلمش الناس يعني، والباقي كله اصلا في ناس بتبقى شايفها ان هي طبيعيه وتطلع اصلا هي بتاخد استيرويد. فالشخص ده زي ما شفنا كده طلع بياخد منشطات. تعالوا نشوف بقى هو قال ايه عن المنشطات، وهل هو فعلا يعني رجع لورا واعتذر للناس، ولا كمل في الجرم بتاعه. I'm making this video to apologize. بصوا يعني انا بصراحه شخصيا انا بحترم الناس على الرغم ان هو اتفضح، بس هو طلع بيعتذر. في ناس تانية تقول لك، ممكن تقول لك ده مش بتاعي، ده مش عارف ايه، فكون ان هو يطلع يقول لك انا طالع اعتذر للجمهور بتاعي زي ما هنشوف، فاي ثينك ان هو يعني somehow هو شخص بيور، او عايز يحسن من منظره قدام الناس، او يرجين their trust او الثقه بتاعته يعني قدام الناس. حاسس بالخذلان وحاسس ان منظره وحش جدا قدام الناس طبعا بسبب اللي هو قاله، لان هو كذب
طبيعي. I stated that this is a complicated as fuck topic, at least to me it is, because before social media I was rich. هنا كان بيدقي قصة إن هو كان غني زي ما قلت لكم قبل السوشيال ميديا، وإن دي هو بقى أكثر غناء وأكثر شهرة بعد السوشيال ميديا. مشكلة يا جماعة في الموضوع ده إن أنت لما بتسلك طريق أو درب في السوشيال ميديا وتعرفت فيه، تعرفت إن أنت طبيعي وأنت قلت لأ وانس، مش هتعرف ترجع بعد كده وتقول لهم لا يا جماعة معلش أصل أنا كان قصدي كذا. زي مثلا البيج ياسمين، البيج ياسمين طلعت في مرة كانت في بداية الشهرة بتاعتها قالت إن أنا طبيعية و يعني no going back، وانت خلاص انت قلت اللوم، الا بقى لو تسرب لها السايكل بتاعتها او الاسترويد اللي بتاخدها، فدي قصة تانية. المهم الشخص ده طلع يعتذر يعني، وقال للناس ان انا بعتذر، وان انا كنت المفروض يعني ان انا اقول لكم، وان انا اكون اكثر شفافية. بس بعد ايه يعني قشطة يعني، ادينا عرفنا ان ليفر كينج مش طبيعي. وطبعا واحد بالحجم ده وبالكثافة العضلية ديت، يعني في ناس كده بمجرد النظر بتبص تقول اه ده مش طبيعي ده طبيعي. فواضح جدا طبعا من المنظر بتاعه، من الفولنس، المسل فولنس او الكثافه العضليه اللي عنده، ان هو مش طبيعي. بس ده الفيديو بتاع النهارده. اتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يكون خفيف كده على قلوبكم. يا ريت يا جماعه لو ما اشتركتوش في القناه دوسوا على الزرار اللي تحت بتاع سبسكرايب. اللايكس مهمه جدا على فكره، يعني انا كنت في الاول مش فاهم ايه اللايكس ديت، بس اللايكس دي بتفهم الالجوريثم بتاع الفيسبوك او ايا كان البلاتفورم اللي انت عليه، ان الفيديو ده على فكره بيحقق interactions او الناس بتحبه او يلا كمل عايش، فاهمين؟ فكنوع من انواع الدعم ياريت لايك وكومنت تحت الفيديو ده. شكرا شباب، ان شاء الله اشوفكم الفيديوهات الجايه. Peace.